بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من أعلام القراءات لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم قداما. حلقة خاصة عن فضيلة الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقارئ المصرية. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن فضيلة الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقارئ المصرية. وقد ولد بقرية كفر سليمان البحري بمحافظة دمياط في عام 1918، ولم يتوجه الى التخصص في القرآن من بداية عمره، حيث تعلم في المدارس واتقن علم المحاسبة التجارية. وعندما استمع الى الشيخ ابو العنين شعيشع وكان لا يزال فتى صغيرا فتأثر به وعزم على حفظ القرآن الكريم. الشيخ ابو العنين شعيشع نقيب القراء بجمهورية مصر العربية، ونحن نتحدث عن فضيلة الشيخ رزق خليل حبة. الشيخ رزق ذكر انك كنت سببا في حفظه للقرآن الكريم عندما زرت قريته لأول مرة، وعندما كنت تقرأ آيات من آخر سورة الحجر وكان سنك لا يزال صغيرا. هل تذكر أول لقاء تم بينك وبين الشيخ رزق خليل حبة؟ فضيلة الشيخ رزق خليل حبة كان أخي وتوأمي، وكان علامة في جبين حملة كتاب الله، علامة مضيئة في جبين حملة كتاب الله. والشيخ رزق الحقيقة كانت تجمعني به معه مناسبات سارة كثيرة. أول ما شفته في بلدهم وبعدين قرأت، كانت البلاد دي الحقيقة يعني عندهم أبو العنين شعيشع ده يعني خليفة الشيخ رفعت. فالبلد بتزاحة وتهيص والله ومش عارف ايه، واستغربوا واحد عنده 16 سنة قبل ما اجي الإذاعة بسنة واحدة بس، عنده 16 سنة بيقرأ بهذه الطريقة. هل فضلت الشيخ كنت لسه في البداية ولا كنت بتقرأ قبل سن 16 سنة؟ والله كنت بقرأ يعني في المدرسة الأول في الابتدائية، الافتتاح المدرسة والبتاع في البلد يعني عندنا. قرأت والناس حيصت ومش عارف، جيت لقيت واحد ده بالجلابية الطاقية بيسلم علي، مين حضرتك؟ قال لي أنا اسمي رزق خليل حبة. قلت له بتشتغل ايه؟ أنا نجار. كان أيامها بيشتغل نجار. انما انت يعني اشبعتنا للاد ومش عارف ايه وايه، وانا عشان خاطرك انا همتهن تلاوة القرآن في الحفلات زيك بالظبط. قلت له اهلا صوتك كويس؟ قال لي اه. قصدتك من كل الجهات مناديا احن لضوء في سماء أيها الإخوة المؤمنون، وقد أجرى الزميل الدكتور فوزي خليل حوارا مع فضيلة الشيخ رزق خليل حبة رحمه الله من خلال برنامج شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، وسوف نستمع إلى جانب من هذا اللقاء. بداية فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، بالتأكيد الرحلة طويلة مع القرآن الكريم، بنرجو في هذا اللقاء أن نستطلع هذه الرحلة مع القرآن الكريم خلال فتراتها المختلفة وتطوراتها في مراحل الحياة. ف
فلنبدأ، كيف بدأت أو كيف بدأ الالتقاء بالقرآن الكريم منذ الطفولة؟ نشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لمعرفة كتاب الله وحفظه والسير في طريق تجويده وتعليمه للناس وتعلمه. الحمد لله. في بدء حياتنا كنا في القرية، وكان والدي رحمه الله له ورشة نجارة صغيرة يقوم بالأعمال فيها وكنت أعاونه. فكنا في قريتنا نعنى بحفظ كلام الله تعالى وقراءة المصحف، لكن في حدود الجزء الأول وهو جزء عامة. فكنا نذهب إلى المدرسة بعد أن نفرغ من مساعدة والدي رحمه الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وبدأت في معرفة الكتاب، خط الإملاء الإنشاء، معرفة بعض أحاديث قصيرة، لأن المدرسة كانت هي شأنها في هذه الأيام هو هذا العمل، تعليم الأولاد تثقيف عام. سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وهكذا، وكان 4 سنوات فقط. فمكثنا في هذه المدرسة والحمد لله كنت موفق جدا في معرفة الحساب. حتى كنت حينما يأمروني بعمل حسابي كنت أسبق الجماعة اللي جايين في البكالوريا، كان يما يقول البكالوريا. نعود بقى إلى كيف بدأت العلاقة مع كتاب الله وكيف بدأت. فلما انتهينا من المدرسة وفي يوم من الأيام توفي أحد الكبار في البلد ودعي لقراءته في المأتم فضيلة الشيخ أبو العين الشعيشة. كان هذا في حوالي سنة 37-38. كان عندك كم سنة فضيلة الشيخ رزق؟ كان عندي حوالي 17 سنة ونص تقريبا. في هذه الأيام، وكان الشيخ أبو العين الشعيشة عنده حوالي 16 سنة، وكان صغير جدا وجسمه قليل نحيف إليه، وكان يلبس طربوش وغلطه، وكان وجيه جدا. كانت تحب تنظر إليه وهو قاعد. فأنا أذكر بأنه كان يقرأ قول الله تعالى، يعني حينما كان يقرأ كان يقرأ في سورة الحجر. ووصل إلى قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ما بيروحش من ذهني ولا من أذني ولا تحزن عليه. الله الله. القفلة على ولا تحزن عليه. يعني ايه القفلة مولانا؟ القفلة يعني اخر الكلمة اللي هو الجواب، اللي يسموه جماعة القراء في الفن دي الجواب، يعني اللي يشد ودنك ساعة ما تقفل، اللي هو اخر المقطع. يعني حينما يقف اخر المقطع. نعم. حينما يقف على اخر المقطع من المقاطع التي يقف عليها. فكان يقول قد اتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فكان وقفته على ولا تحزن عليهم كان يعوز إعجاب المستمعين بشتى الطرق. حتى الكبار كانوا يقفون على أرجلهم حينما يسمعون الشيخ أبو العين الشعيشة. فأنا لما سمعت الشيخ أبو العين الشعيشة الحقيقة جذبني الصوت، وصممت في نفسي بأن أحفظ القرآن الكريم وآخذ به إعفاء من التجنيد لأني مقبل على التجنيد. طبعا النية دي والعزم، هذا العزم كان الحقيقة في 16 ونص. الحقيقة يعلم الله تعالى أني لم أكن أحفظ القرآن لأجل القرآن، لأني مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. كان الحفظ في وقتها توفيرا لل20 جنيه. ال20 جنيه إيه؟ اللي هي البدلية اللي كانوا يدفعونها لإخلاءهم من التجنيد. كان في حاجة يسموها بدلية، يعني بدلا من أن ينتمي إلى الجيش ويمشي في الجندية 3 سنوات أو كانت 5 على ما أذكر، كان إذا دفع 20 جنيه عندما يبلغ السن التجنيد يعفى من التجنيد. طيب وحفظ القرآن ما علاقة حفظ؟ وكان وقتها من يحفظ القرآن بامتحان يعقد لذلك يعفى من التجنيد إعفاء نهائيا، ولا يدفعش العشرين جنيه. ما دام يحفظ القرآن الكريم يعفى.
لما سمعت الشيخ أبو العليم يقرأ هذا وشدني صوته عزمت على أن أحفظ القرآن بشتى الطرق. فذهبت إلى معلم في القرية رحمه الله تعالى وشيخ حسن أبو سعيدة وكان قريبني، وقلت له أريد أن أحفظ القرآن. قال ماذا تريد بحفظ القرآن في هذا السن؟ قلت له لأني أريد أن أذهب إلى التجنيد فأعفى منه بالقرآن الكريم. قال لا يمكن، قاربت الامتحان، لأنه كان يعقد امتحان لهذا. فقلت له القرآن كم ربع؟ 240، يعني الجزء 8 في 30 ب 240. قلت له يمكنني أن أحفظ ربعا من القرآن كل يوم. فقال والماضي، يعني هو الرجوع إلى ما حفظ. قلت له برضو نحفظ الجزء الربع مع مدارسة ما مضى من القرآن الكريم. فقال والله أنا جالس مكاني وإلا تحفظه تعالى وأنا أسمعه. عظيم. فوفقني الله سبحانه وتعالى إلى أني حفظت القرآن في 8 أشهر بعد أن حصلت على شهادة الإعفاء من التجنيد بفضل القرآن الكريم. نعود مرة أخرى إلى 8 أشهر التي حفظت فيها القرآن الكريم. ويعني مبدئيا نسأل سؤال، هناك من يعتقد أو يظن أن حفظ القرآن الكريم في الكبر أمر مستحيل، وكذلك هناك تيار آخر يظن أن اليوم بالظروف والملابسات ووسائل الله والتي كثرت يصعب على الأطفال أيضا حفظ القرآن الكريم. يعني ومعنا الشيخ رزق خليل حبة شيخ المقارئ المصرية، ويعني مع هذه الرحلة الطويلة في تعليم القرآن الكريم وتعلمه، ماذا يقول إزاء هذه الادعاءات؟ الحكاية العبرة بالشوق. نعم. للشيء. يعني إذا كنت مشتاقا إلى شيء فلا بد لك من العمل حتى تصل إلى هذا. نعم. لم يكن فيه تواكل، لازم يكون فيه توكل. إذا توكلت على الله سبحانه وتعالى وعملت السبب فلا بد بأن الله سبحانه وتعالى يبلغك ما تريد. بدليل أني كنت حينما أذهب إلى النوم يعني أتذكر ما مضى في هذا النهار من حفظ وما راجعته من حفظ، فأستذكر ما مضى حتى أني أصبح وقد حفظت ما مضى. فإذا كان فالعمل ليس متعلقا بالسن أو بالصغر أو بالكبر، الموضوع يتعلق بالعزم، بالعزم والإخلاص. فإذا أخلص الإنسان وعزم فلا بد أن يصل إلى حقيقته التي يريدها. يعني يمكن للكبير أن يحفظ القرآن وللصغير أن يحفظ القرآن. يمكن إذا رجعنا إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا نجدهم حفظوا القرآن الكريم في سن متأخرة وهم شيوخ. نعم. طيب يعني نود أن نعيش مع اليوم من أيام 8 أشهر التي حفظت فيها القرآن الكريم، كيف كنت تنظم الوقت في هذا اليوم يعني وكيف تحفظ؟ الواقع أن نظرا لأن المدة التي حددتها لحفظ القرآن الكريم كانت قصيرة بالنسبة للقرآن الكريم كله. نعم. فأنا طلبت من والدي رحمه الله بأن يعفيني من أي عمل يوكله إلي. يعني لا يأمرني بأني أقضي شيء ويتركني كده لله المدة القصيرة دي. فكنت أصعد إلى سقف المسجد الأعلى بين العصر والمغرب وأختلي بنفسي وأمام المصحف أنظر فيه وأبدأ الآية الأولى أحفظها أكررها حتى أجدني حافظا لها، وآتي بما بعدها ثم أجمع الآيتين معا، وهكذا الآية الثالثة إلى أني ما لم أقم إلا عند أذان المغرب وقد حفظت الربع من أوله إلى آخره. يتعثر الإنسان حقيقة، يعني يسهو أو يخطئ، لكن حينما يتذكر ويراجع يجد نفسه حافظا للقرآن الكريم. وكله بالعزم وبمعاونة الله تعالى للإنسان متى أخلص. طيب نعود بعد ما حصلت على شهادة الإعفاء من التجنيد وحفظت القرآن الكريم، كيف سارت الرحلة مع القرآن بعد هذه الفترة؟
حينما أتممت حفظ القرآن الكريم وأخذت الشهادة بالحفظ من شيخي، طيب لم تكن شهادة رسمية، ما هي شهادة أهلية، كان صوتي لا بأس به، كنت أتلو القرآن لنفسي لا للناس، فيسمعني الناس ويقولون لوالدي رحمه الله إنك يجب أن تساعد رزق ابنك هذا في حضور العلم والقرآن الكريم، وسيبك من مسألة الأخشاب والعمل والنجارة دي. يقول أنا ده هو يدي اليمنى واليسرى أيضا. يقولوا معلش، سيكتب الله تعالى لك الجزاء حينما يحفظ القرآن ويتلوه ويعلمه للناس. كان أخي رحمه الله مدير الميزانية الأزهر الأستاذ حبة، الكل يعرفه، بعث إلي وقال أنا سمعت بأن أخي في البلد يحفظ القرآن ويتلوه تلاوة حسنة وحلوة في الصوت، هاتوا عندي. فجئت إلى هنا في القاهرة، دخلت القسم العام في الأزهر، وحضرت الأجرومية، كان على الشيخ واحد اسمه الشيخ عبد التواب، ودخلت أحفظ القرآن الكريم على الشيخ الجوريسي وعلى شيخ يسمى الشيخ حنفي، وحضرت القراءات السبعة عليه من أولها إلى آخرها، إلى أن تم وافتتح معهد القراءات. فدخلت معهد القراءات وكنت الأول فيه، إنما تخرجت في الأول كنت الأول على زملائي في معهد القرآن، ثم عينت مدرسا، وفي هذه الأثناء انتسبت إلى الدراسات الإسلامية فوفقني الله سبحانه وتعالى بها، ثم عملت مدرسا أول، ثم مفتشا على سائر الجمهورية، وذهبت إلى جميع البلاد. نعم. فتشت على جميع المعاهد في القطر المصري. نقف عند مرحلة القسم العام، وحضرتك قلت أنه درست الأجرومية على الشيخ ما معنى الأجرومية؟ الأجرومية ده متن موجود في النحو. يعني كنا الأول حينما لا نعرف الفاعل من المفعول. أيوة. زي ما تجد مثلا بعض القراء إخواننا الوقت عافاهم الله، أو يمكن يقرأ القرآن الكريم لكن إذا سألته عن الفاعل من المفعول ما يعرفش، يعني ما يقدرش، لأنه هو ثقافته كده، نشأ أنه يقرأ القرآن فقط. إنما إحنا لما جئنا كان أملنا بنا عشان نمشي ناخد العالمية من القسم العام، لأنه طبعا كان فاتنا السن. أيوة. فدخلنا طبعا في القسم العام كان مفتوح، تاخد منه عالمية وتاخد منه ما يوازي السنوية اللي سموها الأهلية وهكذا. فاندمجنا مع الطلاب اللي مع الأجرومية، مع في الفقه الشافعي، كنا نجلس مع هذا ومع هذا، وكنا نذهب إلى جامع الأزهر في صلاة الفجر عشان نصلي ونجلس بعد الصلاة مع الأستاذ بتاعنا اللي احنا عاوزين نحفظ معاه، نحفظ التفسير. يعني أخذنا قرأنا الطبري والنيسابوري والألوسي وجميع الكتب الكبيرة بتاع التفسير، لأن احنا ما كناش نكتفي في البلاغة، بنا نجيب البلاغة الواضحة بتاع علي الجارم، ما نكتفيش بكتب الأزهر. فالمدة اللي جلسناها في القسم العام أفادتنا إفادة كبيرة جدا، وكان من بين ساعدونا رحمه الله الشيخ عبد الفتاح القاضي. يا من بغديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء. فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، نتحدث عن فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية، كعالم من علماء القراءات، ونلقي الضوء على الجهود التي بذلها في علم القراءات. إن الشيخ رزق خليل حبة معتبر من العلماء الأفذاذ في علم القرآن وتدويره وقراءات القرآن، وقد كان له الأثر الكبير في هذا العلم وفي تدريس علم القراءات بالذات، وفي تصحيح المصحف ومجالات أخرى عمل فيها وجد فيها، منها أنه كان مدرسا بمعهد القراءات، درس فيه القرآن الكريم تدويرا
ودرس فيه رسم القرآن وفواصل القرآن، وكان على خبرة تامة بما يدرسه، وكان عالما حصيفا وله آراء صائبة وله أقوال نافعة بالنسبة لطلبات هذا العلم. وقد حضرنا أمامه في معهد القراءات ورأيناه إماما في علم القراءات على خبرة واسعة وعلى قوة في هذه المادة. وعمل في معهد القرآن القراءات مدة غير قصيرة بل مدة طويلة، إلى أن ترقى إلى مفتش أول بالأزهر الشريف، وأخذ يمر على المعاهد في جميع بلاد الدولة شرقا وغربا، وينتفع منه كل من يسمعه وكل من يرى ما يخطه يكتبه أو يدرسه، يجده عالما كبيرا واسع الفكرة بعلم القرآن وعلم القراءات. وكان له آراء سديدة في بعض مسائل التجويد وفي بعض القراءات كان يشكر عليها، لأنها يعني ثبتت عن اجتهاد صحيح ورأي حصيف. نود أن نتعرف على بعض هذه الاجتهادات لفضيلة الشيخ رزق. يعني يقول عندنا بسطت الطاء والتاء، نعم. الطاء الساكنة والتاء المحركة في قوله بسطت، نعم. قرأنا عن مشايخ أو ما أخذناه عن مشايخنا أن هذا إضغام ناقص، يعني هذا الرأي هو طرحه علي وأنا أيدته فيه، إضغام ناقص بسطت، الإضغام الناقص أننا ننطق الطاء دون قلقلة، لا نقرأ بسطت بسطت. قال لي هذا يا شعب الحكيم يعني ليس إضغام ناقص، ده إظهار ناقص، لأننا لا ندغم الطاء في التاء، لا نقول بسطت، لا الإضغام، لأننا أدغم أو أدخل الحرف الأول في الحرف الثاني، ولكن نحن نقرأ بسطت، وهو إظهار ناقص على أن لا نقلقل الطاء، لا نقرأ بسطة تاء. وبعض الآراء برضو كان يطرحها وكنت أخالفه فيها وهو عن الشهاد، يعني مثلا قوله تعالى عن بلقيس قالت ربي إني ظلمت نفسي ويقف، وحتى في بعض طبعات المصحف وضع عليها قيني، وفي بالك قالك ده لازم الوقف ده، أنا قلت له لا أبدا، لأن هي قالت هذه الجملتين مرة واحدة كده، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مش معقول تقول قالت رب إني ظلمت نفسي وتظل مدة أو تسكت ثم بعد كده وأني أسلمت مع سليمان لله، أن كيف يجتمع الظلم مع الإسلام؟ قلت له الرسول عليه السلام علمنا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. هي أقرت على نفسها بأنها ظلمت، الظلم هنا معناه إيه؟ الكفر الشرك يعني، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أعلنت إسلامها مع اعترافها بأنها كانت مشركة. لكن مثل هذه الأشياء فضيلة الشيخ عبد الحكيم، ويعني لك رأي وفضيلة الشيخ رزق رحمه الله له رأي وعلماء آخرون لهم رأي، هل هذه الأشياء يعني محل اجتهاد بحيث أنها يعني لا نكتفي بما قاله العلماء التجويد السابقون فحسب؟ لا، أولها ما في طبعة من طبعات المصاحف السابقة قبل الشيخ رزق يعني وضع على قالت ربي إني ظلمت نفسي علامة وقف، يعني ترجع الى المصاحف كلها القديمه ما وجد ما لم نجد على هذه الجمله وقف كجيم مثلا او قيري او غيره من علامات الوقف المصطلح عليها دي. وبعد كده المساله دي يعني بترجع الى اجتهاد،
يعني مش لازم يكون كذا وكذا، هي مسألة اجتهادية يعني ليست من باب الأخطاء. يعني مثلا ما يعني أنا برضو قلت في حاجة في سورة النور: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لازم قلت له هو فعلا إن الوقف هنا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار. يعني انت بتقول في الأرض تقف أحسن بتقول ومأواهم، عشان ما تقولش مأوى الكافرين النار ودخوله النار في حلقة ظنون أو حسبان. فلا تحسبن الذين كفروا، يعني هو كان ليه آراء، يعني رحمه الله تعالى كان ليه آراء في منتهى الإصابة، سواء كان في الفرق في الوقف والابتداء أو غيرها. وإحنا طبعا سمعنا منه شرح في المعهد وتوجيهاته في الإذاعة والبرامج الذي يقدمها في الإذاعة، برامج في غاية الإفادة، يعني تنم عن دراسة عميقة في هذا العلم. لله قوم بحفظ الدين قد قام، وبالعلوم ونشر الفضل قد هام، رام العلا فسعوا في كل مكرمة حتى أتموا بفضل الله. فضيلة الدكتور أحمد المعصراوي، نتحدث عن الجهود التي بذلها فضيلة الشيخ رزق حبة كعمله في لجنة مراجعة المصحف الأزهر الشريف وكعمله كشيخ عموم المقارئ المصرية. الحقيقة أن الشيخ رزق قدم الكثير بالنسبة لمراجعة المصاحف، ما علمت أنه كان له باع طويل من خلال جلساتي معه، راجع بعض المصاحف التي طبعت عذرة ورش للجزائر وقد أطلعني على هذه المصاحف، وكذلك كان له دور كبير في مصحف الإمارات وبعض وبروناي كذلك، المصحف اللي طبع في بالخط المغربي الأفريقي الموحد ده اللي هو مصحف الجزائر وتونس والمغرب، كان له دور كبير اللي هو هو والشيخ محمود برانك في هذا الأمر، يعني في طباعة هذا المصحف بالخط الأفريقي الموحد. من يعني أن الراجل لم يدع جهدا، لم يترك جهدا في أن قدم كل ما لديه في خدمة المصحف كتابة ومراجعة. كان له دور على الإشراف، في الإشراف على الختمات المسجلة في الإذاعة وخارج الإذاعة الحقيقة، يعني ما رأينا أغلب الختمات التي سجلت في عهده كان له دور في الإشراف عليها في هذه الإذاعة وفي وخاصة الختمات بالروايات للشيخ الحصري، وشارك في ختمة مع الشيخ في ختمات معدية مع الشيخ الحصري ومع الشيخ عبد الباسط، برضو أعتقد كان له دور كبير في مراجعة ختمة الشيخ الحصري وختمة الشيخ عبد الباسط مع الشيخ عبد الحكيم في ختمة ورش وختمات الحصر. اعتقد انه حضر معايا مراجعة ختمة كاملة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وحضر معي من اول بدئها الى انتهائها، فكانت يعني بسم الله ما شاء الله على علم وعلى خلق ونقد لاذع، يعني تماما. وبعد كده لن ننسى جهوده في الاذاعه والسماع للقراء وبرنامج الاعمال على القراء، برضو عن داليس كمان في الاذاعه حقيقه برنامج قيد، يعني نشاط مش معقول، يعني رحمه الله كان يسمع للقارئ ويقيم القارئ وينقل القارئ في بعض النقاط، يعني كان يعني نقادا للقارئ وكان يترك شيئا ويقول هذا يعني يجاز، يعني كلنا او اكثرنا يجمع على كلام الشيخ رزق. وطبعا خدمته للمصاحف ليست على حفص فقط وانما غير حفص، وسافروا الى البلاد المتعدده لنشر القراءات
ونشر القرآن الكريم وخدمة القرآن الكريم كما كان لفضيلة الدكتور أحمد معصراوي كده ليه يد طولة في طبع المصاحف ومراجعتها على الرسم العثماني الأصيل رحمه الله تعالى. الحقيقة أن الشيخ رزق برضو كما يقول الشيخ عبد الحكيم قدم الشيخ رزق الكثير والكثير في خدمة القرآن الكريم طباعة وتلاوة صوتيا يعني يعني مسموعا ومقروءا ولم يدخر وسعا في أن بذل الكثير حتى ترك بصمة له في هذا المجال وسمع في أنحاء العالم بما كانت وما كان له من يد طولة في هذا المجال مجال القراءات. وكما قلت برنامج الرحمن القرآن دليل على ما نقول هو أول برنامج هو تعرض لأحكام التجويد في الإذاعة المصرية نعم بل وفي الإذاعات كلها وله برنامج آخر في القراءات وانتشر ويعني القراء وغير القراء انتفع هذا البرنامج انتفاع كبير جدا يعني وفي برنامج آخر في القراءات يا مولانا أعتقد بأن فيه القراءات القرآنية العشرة بتفصيلها كده وتوجهها ما سبق إليه من قبل حقيقة يعني. وبعد كده يكون هو كان شيخ مقارئ كان أخذ مشيخة المقارئ عن جدارة يعني لم يأخذ مشيخة الجدارة كده عن من طريق آخر كده وإنما أخذها عن جدارة وعن دراسة لعلم القراءات وما يتصل بالقرآن الكريم من أداء وحروف وغير ذلك رحمه الله تعالى. ربنا ما خاب يوما من تاب يوما لباب. فضيلة الشيخ محمود أمين طنطاوي رئيس لجنة تصحيح المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سابقا ووكيل مشيخة المقارئ المصرية بوزارة الأوقاف حاليا ومستشار نقابة القراء. حضرتك عملت مع فضيلة الشيخ رزق خليل حبة في لجنة مراجعة وتصحيح المصاحف وعملت معه في مشيخة المقارئ أو مشيخة عموم المقارئ المصرية وفي لجنة اختبار القراء بالإذاعة. كيف ترى فضيلة الشيخ رزق خليل حبة من خلال تعاملك معه في هذه الأماكن؟ كان في معهد القراءات يدرس لنا رسم المصحف يعني أنا تلميذ من تلاميذ هذا شيء لا أنكره. هذه ناحية. لما تخرجنا اختلطنا أكثر اختلطت به أكثر فكان في لجنة المصاحف وعملت معه كعضو يعني أنا اختلطت به كثيرا في خدمة المصحف كمان مصحف المرحوم الشيخ مكتوم بن راشد وزير الدفاع في دبي رحمه الله ذهبنا الى دبي انا وهو والشيخ محمود برانك 3 مرات اشتركت معه في تصحيح هذا المصحف. ثانيا اختلطت به في الاذاعة هنا واشتركت معه اكثر من 20 سنة وكما يقول المثل السفر محك الرجال فكنا في دبي لا ندخر وسعا ولا نهمل بعض المناقشات القرآنية فيما بيننا في الفندق لأنها رحلة قرآن وكنا نختلف في بعض الوقوف ولكن هو كان يعني أعلم مني وأنضج يعني مثلا في قوله تعالى في سورة الأحزاب وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة قال لي لا يقولون إن بيوتنا عورة ونقول وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارك إنك بترد عليهم على أساس هذا ليس بكلامهم فطبعا أنا هذه استفادة منه ما انكرهاش يعني هو كان أمين
على القرآن، يعني كان يدرسنا في المرحلة الأولى، كانوا يسموها المرحلة مرحلة العالية، يعني القراءات العشر الصغرى مع كتاب تاني في رسم المصحف غير بتاع التخصص. نعم. وعقيلة اطراب القصائد، يعني زي ما تقول واحد درس العشر الصغرى وعايز يدخل بقى على الكبرى هيلاقي حاجات جديدة. هو دانا في المرحلة العالية واصبح استاذي. اما اختلاطي به بقى كصديق، وانا يعني كنت احبه واعظمه، يعني خلاص خدت عليه واساله كتير ويسالني وكده، ولما يعترض على حاجه اقول له انا متشكر استفدت. نعم. فهو قال لي لا، وما هي بعوره ان يريدون الا فرارك، انك بترد عليهم. خلاص. ومن يومها انا لما اقرا في بيتي استذكر بقف عليه. اهم ما يميز الشيخ رزق في تعامله مع اخوانه وتلاميذه بحافة. هو الحقيقة كان امين، كلمة امين في القرآن يعني نسمع حاجة مش عجباها يقولها وينصح التلامذة، ومن غير التلامذة ما احنا كنا مفتشين في الازهر وينصحنا برضو. رجال من سماع الذكر طابوا، وعند سماعه حضروا وغابوا. الشيخ فتحي المليجي القارئ بالإذاعة والتلفزيون، تربطك بالشيخ رزق خليل حبة رابطة خاصة من خلال الجلسات العلمية، خاصة من خلال مقراءة مسجد الخلفاء الراشدين. نتحدث عن هذه الجزئية من خلال علاقة حضرتك بالشيخ رزق خليل حبة. علاقتي بفضيلة مولانا سيدنا الشيخ رزق خليل حبة كانت علاقة تلميذ بأستاذه، وكانت علاقة مريد بحبيبه ومحبه. فسيدنا الشيخ رزق عليه رحمة الله وبركاته كان إنسانا في وسط الإنسانية كلها متميزا. فأنا كنت عضو في المقرأة اللي هو بيديرها، وكان نعم المدير لمقرأة القرآن التي يجب أن يكون على مستواها القرآن. وسيدنا الشيخ رزق خليل حبة أفادنا في كيفية الأداء القرآني، وأفادنا في كيفية تأدية القرآن بأدب وخضوع وخشوع، ومن خلاله تعلمنا كيف نقرأ لميكروفون الإذاعة الذي يهابه الجميع، وتعلمنا كيف نخاطب أذن المستمع في خارج الإذاعة الجو الذي يرهبه الجميع، وتعلمنا أيضا كيف نتأدب في قراءة القرآن مع الله ومع الناس، وتعلمنا منه ما معنى المقطوع والموصول، وما معنى المفصول، وما معنى الممدود والمقصور، بالطريقة التي تصل المعلومة من خلالها إلى المستمع معلومة سليمة قوية. فمثلا كان عليه رضوان الله، كنت أقرأ عليه وأنا كنت عضو في مقرأته، ولي عظيم الشرف يعني إنه كان سريع البديهة ونبيه وقوي الذاكرة. فلما كنت أقرأ جملة من القرآن كان يتحسسها معي أكثر مني. حضرتك تذكر بعض القراء الإذاعيين الذين كانوا يحضرون معك في مقرأة الخلفاء الراشدين؟ نعم أذكرهم، وكان منهم فضيلة مولانا عم الشيخ محمود البجرمي عليه رضوان الله ورحماته، وكان منهم فضيلة مولانا عم الشيخ محمود حسين منصور
عليه رحمة الله ورضوانه وآخرين، وكان من ضمن علماء القراءات والقرآن سيدنا الشيخ يوسف شاهين. وفي الحقيقة كل تلامذة عم الشيخ رزق صاروا عمالقة في عصرنا هذا، وصاروا في القمم وعلى مستوى علمي لا يدانيه أي مستوى. شيخ فتح المليجي، هل تذكر حضرتك وأنت تقرأ من خلال ميكروفون الإذاعة، هل اتصل بك الشيخ رزق خليل حبة في مرة من المرات ليسدي لك نصحا أو توجيها؟ هو في الحقيقة عليه رحمة الله أنا كنت أقرأ فجر في يوم ما، نعم، وبعدين كنت بأقرأ ربع قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، آخر الأنعام، في آخر سورة الأنعام. وبعدين هو كان علمني مقولة أنا كنت لا أفطنها ولا أعرفها، وهي قال لي ماذا يحدث لو قلت قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ووقفت وقلت عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. أنا طبعا علمي بالنسبة لسيدنا الشيخ رزق ما أعرفش أنا كنت أقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا إيه والجملة كده. فأنا بقول له إيه الحكمة في كده؟ قال لي أصلك أنت لما تقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم يعني معناها أحل لغيركم، لكن أنا عاوز التحريم على إطلاق، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم. نعم. وأبدأ بعد كده أقول إيه عليكم، هنا أمره عليكم ألا تشركوا به شيئا. فمن تاريخ المعلومة دي وأنا أقرأ الآيات دي، فالحقيقة إحنا استفدنا منه كثيرا وأفدنا عنه كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حلقة في سلسلة عم الشيخ رزق خليل حبة العالم الجهبذ الكبير، وأن يجعلنا من الذين انتفعوا بعلمه ونفعوا الناس بعلمهم من خلاله. أكرمنا في المعاش والمعاد، وارفع المؤمنون. وفي الختام نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ أبو العنين شعيشة عن نقيب القراء، فضيلة الدكتور أحمد المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية، فضيلة الشيخ محمود طنطاوي وكيل مشيخة عموم المقارئ المصرية، فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عالم القراءات المعروف وعضو لجنة اختبار القراء بالإذاعة، وفضيلة الشيخ فتح المليجي. ولكم تحيات الزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من أعلام القراءات، لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم قدا.
قداما. حلقة خاصة عن فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية. إعداد وتقديم السيد صالح.